سالي، أولى محطاتنا لليوم رح نروح فيها مع مشروع سبل التنموي، المشروع الذي يهدف إلى الاهتمام بالأطفال الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة. ومع اقتراب المدارس رح نتعرف على الجديد من تحضيرات الفرق مع ضيوفنا عقاب نصر الحلبي، منسق أعمال وأمين صندوق مشروع سبل التنموي، ووعد عماد مشرفة قسم الطفولة المبكرة في مشروع سبل التنموي. يسعد صباحكم صباح الخير، أهلا فيكم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. يعني دائما انتم ضيوفنا، ضيوف الصباحي عنا، دائما نحن بنحكي الشغلات الجديده اللي نحن هلا بدنا نحضر لها. رح نبدا معك اول شيء، وهلا جايين على المدارس 13 ايلول مثل ما هو مقرر، كيف التحضيرات وشو هيك عاملين شيء جديد؟ يسعد صباحكم. دائما بحاجه لاي كجمعيات اهليه، نحن بالقطاع الاهلي بحاجه نكون رديف للقطاع الحكومي للمساعده، بحيث انه نكون نهيئ الاطفال اليوم للدخول للمدارس للعوده بعد انقطاع 6 شهور، كفيله بانه الطفل يمحي او ينسف معلومات كثيره، او حتى التهيئه النفسيه للدخول للمدرسه هو بحاجه لحتى يرمم معلوماته، يرمم نفسيته، يرجع ينضبط شوي، تنظيم اليوم، تنظيم النهار، المهارات الحياتيه. فقمنا بمهاره اهلا بالمدارس او فعاليات اهلا بالمدارس استمرت لمدة أسبوعين، أخذت بجانب تعويض الفاقد التعليمي، تعويض المهارات الفكرية للطفل، تنشئة، تهيئة مدرسية من القراءة والكتابة، تهيئة ما قبل الأكاديمي، تنظيم كثير من الأولويات، وأخذت على ورشات عمل، تقسمت لورشات عمل أو لمجموعات، كل مجموعة حسب كل صف يأخذ مهارات توعية أيضا للحد من فيروس انتشار فيروس كورونا. كانت طبعا هذه الإجراءات كلها كانت داخل العمل، وداخل عمل داخل المركز وليس خارج المركز، أيضا بناء الحفاظ على كافة التدابير الوقائية. كان في عندنا للطفل حكي كيف يقدر يتحمل كمامته، كيف بده يشتحها، كيف طريقة انه انا بدي انتقل اليوم، ممكن بدي سلم على رفيقي ما فيه سلام، ممكن صرنا ناخذها بطريقة حركات بسيطة، ايماءات الوجه، لحتى نحن نبتعد قدر الامكان عن الحد من هذا الانتشار من هذا الفيروس، خاصة الفئة الاطفال هي فئة كثير حساسة، عواطفهم كثيرة، ممكن تكون بعد انقطاع الطفل بده ضم من رفيقه، من رفيقته، من الانسة تبعه، معلمته. حتى اليوم اطفال الصف الاول اليوم عم ينتقلوا ل خلينا نقول فطام جديد، ممكن يتركوا امهاتهم او اخواتهم فيدخلوا على جو جديد اكثر تنظيما، اكثر اشخاص كثار بالصف، 40 شخص، الاهتمام ل 40 طفل مو بس له. فاليوم احنا بحاجه لحتى كمان طفلنا يكون سليم متوازن صحيا ونفسيا اكيد بهيك اوقات، لحتى يضمن دخوله للمدرسه ورجعته للمدرسه تكون بطريقه سليمه، بما يشتكي، ما يعمل خلينا نقول او يكون صداقات سليمه ايضا بهذا الشيء. اكيد خلينا نحكي عن تعويض الفاقد التعليمي، خلينا نحكي عن هذا الجانب، وهل هي مبادره وهل هي المبادره مجانيه ولا لا؟ طبعا صباح الخير لكم وللمشاهدين. بدايه انا بعتبر انه الحياه الكريمه بتكون من خلال العلم، ونحن دورنا بالمركز انه نكون دور المراقبين وبشكل دائم، لانه الحياة الكريمة بتكون من خلال العلم، واذا ما كان في علم اكيد ما في حياة كريمة. فبالتالي نحن من خلال عملنا بالمركز لتعويض الفاقد التعليمي اهتمينا بالاطفال من الصف الاول لعمر او للصف التاسع. طبعا كان عندنا مستفيد حوالي 80 طفل من خلال عملنا بالمركز. هيئنا الاطفال مثل ما تفضل الاستاذ عقاب، الصف الاول مثلا التهجئه، القراءه، الكتابه، الصف الثالث، الرابع، علمناهم مثلا جداول الضرب بطريقه اللعب لحتى نهيئهم نفسيا لتقبل فكره انه هن رح يرجعوا للمدارس بعد هاي العطله الطويله اللي قضوها باللعب والالعاب الالكترونيه والسهر ومشاهده التلفزيون. فبالتالي نحن كمان بنحاول ننظم اوقات هاي الطلاب بمساعده الاهل. طبعا الاهل لهم كثير دور فعال بهذا الموضوع، حتى هلق مثلا المفروض انه الاهل ينظموا ساعات النوم لاطفالهم، يقللوا ساعات مشاهده التلفزيون، يحاولوا انه الطفل ينام بكير ليفيق على المدرسه نشيط، مرتاح نفسيا، ياخذ وجبه فطوره مثلا، يطلع على مدرسته مرتاح. بهالطريقه هي نحن اشتغلنا على هذا الموضوع مع اطفالنا بالجمعيه. حلو كثير. يعني مثل ما حكيتي حضرتك انه في شيء اسمه تهيئه نفسيه فينا نقول عنه، والبدايه من البيت لازم تكون، وتقدر الام او الاب مع بعض انه يخلوا الطفل يرجع، لانه احيانا الطفل من بعد فتره عطله طويله
لو كان هلا قاعد بالبيت بظروف كورونا، مع هيك انه بيقول انه لا احيانا ما بدي اروح انا، ففي صعوبه. رح نرجع على حضرتك ونحكي ايضا على الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، وهدول الاطفال اللي لهم خصوصيه ما بالتعامل معهم وبدهم مهاره يعني وايضا صبر. فينا نقول خلينا نحكي ايضا عن هدول الاطفال. كفئه ذوي الاحتياجات الخاصه، وهو صلب عملنا بجمعيه سبل، كافه الفئات الخاصه من التوحد، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق، الاضطرابات الاجتماعيه النفسيه ايا كانت وحتى النمائيه. اذا بدنا نتحدث اليوم عن عم ندخل على المدرسه، عم نوصل لصف ثالث رابع، بعض الاطفال عم يتعرضوا لفكره او لا صعوبة في التعلم، هي ناتجة عن سبب جيني، عن سبب بيئي، عن سبب مدرسي أو اجتماعي. رح نقول في كتير أطفال عم يدخلوا لصف ثالث رابع عم نعاني نحن بهي مشكلة، ما عندهم فكرة أنه مسكة القلم بطريقة صح، مطابقة المصفوفات، يمكن حتى حل المشكلات أو مهارة الاستنتاج ما عندهم إياها. اليوم الاهالي، بعض الاهالي ما عندهم خلينا نقول اعتراف بمشكله الطفل. اليوم ابني هو لا طفل معافى سليم، حتى هو طفل صعوبات التعلم، هو طفل معافى وسليم، يخضع لفتره علاج بسيطه ومن ثم بيتابع بالمدرسه مثله مثل اقرانه، مشان ما يكون عندي انا هذا الفارق ب خلينا نقول التعليمي او الفارق بالذكاء او الفارق الفوارق الفرديه اللي بتظهر بين الاطفال. نحن هون دورنا ايضا كمان نعمل كشف مبكر للطفل، ان نشوف شو عنده نقاط ضعف، ان نحسن نقاط قوه نبني عليها ونشدد عليها. حلو. لانه الطفل في اذا صار بمرحله سادس سابع، يعني للاسف عم تصير في عندنا هي الاعمار، لسه يمكن التهجئه ما عندهم اياها، الكتابه، مسكه القلم مانا صحيحه، القراءه بالمدود ايضا غير سليمه. لازم الاهل يكون عندهم اعتراف في هذا الجانب. كصعوبات التعلم هن بحاجه لانه يكونوا بيترافقوا كمراكز تخصصيه وبالاضافه لتعليمهم بالمدرسه باشراف مختصين. اذا بنتحدث ايضا عن اطفال التوحد، اطفال اضطرابات النطق، هذول يلي هن بحاجتنا بكل دقيقه، بحاجتنا بكل وقت. بنحس نحن انه الاطفال بعمر ل 12 سنه مسكن المركز يستقبله، بعد 12 سنه الطفل بيقول لك ما عم بحقق النتائج الفعليه. طيب طفل عمره 12 سنه ما عمل له تدخل مبكر، كيف انا بدي ارجع المركز يستقبله؟ ممكن يكون الطفل صار عندي عدواني، في عندي شراسه، في عندي تصرفات غير سلوكيات غير مرغوب فيها. هون دور الاهل انه يكونوا مراقبين على اهلهم، الام تكتشف ابنها اذا عنده اي مشكله نعترف فيها اولا ويدخل لاقرب مركز تخصصي نعمل له خلينا نقول التدخل المبكر المناسب. لان طفلي اذا تجاوز عمر 12 سنه فما فوق، حتى من متلازمه الداون كافه الاعاقات، اذا تجاوز 12 سنه فما فوق، طفلي ما عاد عم ببين، طفلي انا عم سكر عليه الباب، طفلي ما عاد عم شوفه، ما عاد عم فرجيه للناس، الطفل هون عم تسوق حالته بزياده. نعم. احنا بحاجه ايضا مراكز تخصصيه تستقبل اطفال فوق العمر 12 سنه، ممكن اذا احتاجوا مع مبيت يكونوا عندنا باشراف مختصين، لان يوصلوا لعمر الاهل للاسف طاقه فقدت، ما عاد عندهم قدره على استقبالهم او استيعابهم بالمنازل. اكيد. نعم. خلينا نحكي عن التهيئه النفسيه والاكاديميه للاطفال، ونحكي كمان عن اهلا بالمدرسه، هي المبادره شو بتتضمن؟ هي دورات مجانيه، خلينا نحكي شو بتتضمن كمان. من خلال عملنا بالمركز اقمنا مبادره اهلا بالمدارس، هي عباره عن اسبوعين مجاني استقبلنا الاطفال بفئات عمريه معينه، وحاولنا نشتغل عليهم من خلال برنامج الدراسي خلال العام. طبعا مبادره اهلا بالمدارس هي عباره عن مبادره بتهيئ الاطفال نفسيا ليتقبلوا فكره عودتهم للمدرسه. طبعا نحن كيف ممكن نخلي الطفل انه يتقبل فكره انه هو رح يرجع للمدرسه بعد هالعطله الطويله؟ تمام. مفروض مثلا نجيب له شنطه جديده، هندام يكون مرتب، لو الاسعار هلا حاليا اوفر، بس ممكن صح. الشغله تكون بسيطه ورخيصه، بس انه الطفل يحس انه هو فايت على المدرسه انيق، مرتب، متشجع لفكره انه هو رايح على المدرسه. نامن له لوازمه من قرطاسيه، اقلام تلوين مثلا، اوراق عمل، اجندات، يعني اي شيء بخص المدرسه المفروض انه نحن نامنها لهي الاطفال لحتى صح. يتشجعوا ويحبوا فكره انه يرجعوا للمدرسة. ممكن كمان بالبيت مثلا نخصص لهم غرفة لحالهم يدرسوا فيها، كرسي مريح، مكتب مريح، يعني الطفل بده جو دراسي مناسب لحتى انه
يكون تحصيله العلمي بالمدرسة عالية. صحيح، وأكيد بدنا نشدد أيضا في حال بدء الدوام بالمدارس على أخذ الإجراءات الاحترازية للأطفال أيضا من المنزل، ابتداء من المنزل وصولا للمدرسة. وبدنا ننوع على الأسعار أيضا، مثل ما بنعرف المؤسسات السورية للتجارة حطت دفاتر مدرسة، إن شاء الله يكونوا مثل ما حكوا يعني على السعر يكون مزبوط، يعني لأنه في حدا عنده 3 أولاد والعبء كتير كبير. بدنا نتشكركم كتير، نتشكر وجودكم معنا لليوم والمبادرة يلي عم بتقوموا فيها، وكل عام وجميع طلابنا بألف خير. أكيد نتشكر وجودكم معنا، نتشكر جهودكم ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم. شكرا.